بيجي حدا من اوروبا وبيلاقوا انه او من اي دوله كان بجوز بحياته كله ما غسل بندوره ببيته او قطع سلطه او كل عم يشتغل مشان اخر شيء توصل الوجبه بتلاقي مثل ما انك شايف بيطلع المطبخ هو اللي بينجح. اليوم عم نعمل رز فريك عن رز الفلفل اسمه مع الفروج مع وشه المكسرات. I'm here like since I don't know 5 days, and the rhythm is really like sometimes really hard, you know, like to make some rice and chicken and put it and yalla yalla yalla. But in television, it's a lot of like image, like picture with war. Here's positive image. أهميتها كثير منيحة للبيت يا بنتي، يعني أحيانا الإنسان ما معاه يقدر يروح يجيب طبخة، يعني عم يلاقي هالصحن جاهز عم يجي الحمد لله رب العالمين. عندنا فلسطيني لبناني سوري، ما عندنا أي مشكلة بيجي بيفطر معنا،